لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. طبعا الفكرة المعتادة تماما، تناول كل من هو يمثل النادي الأهلي للمحاولة للنيل منه. كان في قرار الاتحاد الافريقي، لجنة المسابقات بتنظر في قضية نادي الزمالك احمد وجنراسيون السنغالي. اللي حصل ان كابتن محمود الخطيب نتيجة اصابته في الدار، ربنا طبعا يشفيه بنتمنى له الف ونتمنى له سلامة ان الشفاء شاء ان الله. شاء الله، اعتذر عن الحضور. خرج علينا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف في برنامج الزمالك وهاجم فكرة ان ازاي يكون كابتن محمود الخطيب خارج الحضور، وانك المفروض مصري، ان انت يكون ليك صوت وان انت تحضر وتدافع عن نادي الزمالك. بغض النظر يا احمد عن فكرة اساسا ان العضو المصري هنا ما كانش هيكون ليه صوت في القضية طبعا دي، اللوائح بتقول كده ولكن استبعاد صوت. احنا اصلا حتى لو كان ده حاصل، انت فكرة تجنب المشاكل او تجنب التأويل ايه اللي حصل داخل اللجنة، في رأيي كان جزء من الحكمة حتى لو كان النادي الاهلي ليه صوت. انا بتفق مع النقطة دي، لكن الحقيقة انا حسيت ان في افتعال ازمة بدون ازمه، يعني احنا ما عملناش اي ازمه. الكابتن محمود الخطيب اعتذر لظروف صحيه واضحه للجميع، بدات الناس تاول الكلام ده، بدات الناس تقول اصلا هو مش موجود في لجنه المسابقات، هو موجود في لجنه التراخيص، لا هو موجود بس مش عايز يدعم موقف الزمالك، وفيديو من هنا وكلام من هنا وتصريح من هنا. تعالوا نشوفوا فيديو من برنامج الزمالك اليوم وهو بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وحوار لجنه المسابقات في الكاف. الزملاء بعت دلوقتي بيقول انه الخطيب مش عضو في لجنه مسابقات، هو عضو في لجنه تراخيص الانديه، ما انا قلت وما كده كانش ليها حاجه، وكل الاخبار اللي اتقالت عشان يدوله انه راجل ترفع وانه حيادي عن انه اعتذر على حضور لجنه المسابقات كذب في كذب. بص يا جماعه، مره واثنين وثلاثه، اصل بص يا جماعه الاخبار الحقيقيه هي حقيقيه، ما ينفعش تكذبها. الاخبار الحقيقيه هي حقيقيه، بس الاخبار اللي اتقالت في البرنامج كابتن خالد او التعقيب اللي انت عقبته كان على خبر غير حقيقي. قلنا ان اعتذار الكابتن محمود الخطيب كان اعتذار لظروف صحيه، وان الامر ده مش متعلق نهائي بفكره مباراه الزمالك وجيرسيو، ان النادي الاهلي مش طرف فيها، وان حتى صوت الكابتن محمود الخطيب كان هيتم استبعاده لانه من نفس الدوله اللي فيها المشكله، نادي الزمالك. كمان يا احمد عايزين ناكد على حاجه، ان كابتن محمود الخطيب عضو في لجنه المسابقات والتراخيص. احنا بنأكد على الفكرة دي انه هي لجنة واحدة وكابتن محمود الخطيب عضو فيها. والاهم ان يا جماعة حد يقول لكابتن وليد صلاح عبد اللطيف اللي كان عايز كابتن محمود الخطيب يحضر، يقول لاستاذ منتصر رفاعي اللي كان بيقول انه هو مش عضو هيحضر ازاي؟ فالفكرة يا جماعة محتاجين يكون في تواصل داخل البرنامج الواحد، عشان تقريبا احنا بنلاقي ان الفكرة رد على نفسها دايما. وعايزين نقف عند حاجة حبينا نذكرها يا احمد، في كلام ذكر ان اشمعنى كابتن محمود الخطيب عضو في اللجنه دي. طب احنا عايزين نتكلم احمد بمنطقيه، هو لو كابتن محمود الخطيب اللي انفانتينو كان لسه بيتكلم عن دوره في تطوير الكره الافريقيه والمساهمه في لجان الاتحاد الدولي والافريقي مش عضو في اللجنه، هيبقى مين عضو في اللجنه؟ مين اللي يستحق تمثيل الانديه الافريقيه في اللجنه؟ يا جماعه يعني محتاجين نكون بنتكلم بشيء من المنطقيه. موضوع مفهوم، والكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه، المفروض ان احنا نكون يعني بنسعى ان هو يكون متواجد في اعلى في رئاسه اللجان كمان داخل الكاف، ولا خلاف على الكابتن محمود الخطيب، فبلاش كلمه اشمعنى، لان مفيش حد في مصر في كره القدم يقارن بالكابتن محمود الخطيب. ده كان موضوع التصريحات الاخبار، لكن عندنا